أكد مسؤول بفندق الرشيد في بغداد صباح اليوم أن السلطات المعنية سيطرت على حريق بالفندق أدى إلى إجلاء النزلاء ودبلوماسيين منه، فيما لقي أكثر من 100 حتفهم وأصيب 150 آخرون، منهم ما يقرب إلى 60 طفلا في حريق بقاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى. قال الدفاع المدني العراقي إن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، ما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر. وأضاف بيان الدفاع المدني أن قاعة الأعراس مغلقة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة أيضا لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة. لتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا الدكتور إحسان الشمري الباحث والأكاديمي العراقي معنا من بغداد. دكتور أهلا بك وأعظم الله أجركم في العراق على هذا المصاب الجلل. بناء على المعلومات المتوفرة إلى حد هذه اللحظة، ما هي ملابسات هذه الفاجعة؟ شكرا لكم على المواساة. يعني هذه الملابسات يمكن أن نمضي بما دفعت به السلطات العراقية منها بالتحديد على أن الحادث ليس حادثا إجراميا أو يدخل ضمن خانة الإرهاب أو استهداف المكونات، بقدر ما أن الحادث هو نتيجة إهمال مركب، أولا من مسؤول القاعة الذي لم يعتمد المعايير معايير السلامة والأمان في بناء هذه القاعة، يعني من خلال يعني اعتماد مواد سريعة الاشتعال في بناء القاعة، هذا من جانب، وغياب منظومة إطفاء الحرائق من جانب آخر. وأيضا السبب المركب الآخر هو إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال كانت سببا بالحريق، هو اشتعال السقف ومن ثم انقطاع الكهرباء ووجود مخرج واحد. طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن إجراءات السلامة أيضا كانت في أدنى مستوياتها على مستوى المتابعة من قبل السلطات المحلية هناك في محافظة نينوى الموصل أو حتى في قضاء الحمدانية، ما تسبب بهذا الكم بهذا العدد الكبير من الضحايا. لذلك ماذا عن أعداد الضحايا دكتور؟ الأعداد بالنسبة للذين قضوا وأعداد الجرحى أيضا في هذه الحادثة؟ التقارير الرسمية إلى الآن تشير إلى 114 ضحية كانوا ما بين محترق وما بين يعني في حالة اختناق قضى نحبة بالتحديد، وما يقارب 200 أيضا مصاب ما بين إصابات حروق عالية التأثير وأيضا حالات اختناق. من المتوقع أن ترتفع حالة أو أعداد الضحايا، لأن هناك حالات حرجة جدا تم نقلها إلى محافظة أربيل وأيضا إلى بغداد وحتى مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى. نسأل الله السلامة طبعا دكتور للجميع لجميع الجرحى، لكن فيما يرتبط بالمتابعة متابعة السلطات هنالك في العراق لما جرى، هل شكلت لجان تحقيق لمعرفة حقيقة ما جرى؟ هل هنالك حديث عن المسؤول أيضا في النهاية عن وقوع هذا الحادث؟ اللجان بسرعة تتشكل، لكن المشكلة هذه اللجان يعني قياسا بحوادث سابقة، يعني بحادثة حريق مستشفى ابن الخطيب، أيضا العبارة ما يعرف بكارثة العبارة في مدينة الموصل، يعني لم تصل إلى أو لم تكشف نتائجها بشكل يعني شفاف على مستوى الرأي العام العراقي، وإنما اكتفت السلطات السابقة وحتى الحالية بتشكيل
اللجان. نعم تم تحديد المسؤول أولا عن القاعة وأيضا عدد من المسؤولين الذين المحليين يعني المسؤولين عن القطاع البلدي وقطاع الدفاع المدني تم اعتقالهم، حتى يعني مالك القاعة تم استلام إلقاء القبض عليه في إقليم كردستان وتم استلامه من قبل السلطات الأمنية في مدينة الموصل منذ ما يقارب الساعتين بالتحديد. لكن القضية تبقى يعني إمكانية السؤال الآن الذي تردد إمكانية المتابعة لكثير من مساحات عدم الأمان في الأبنية العراقية. لذلك ردات الفعل التي تقوم بها السلطات العراقية سواء المحلية أو حتى على مستوى الحكومة الاتحادية هي محط انتقاد، لأنها تعتمد إجراءات سريعة لكن لا تعمم، يعني حتى وإن عممت هذه القرارات كما شهدنا في الحكومة السابقة لم يتم التعاطي معها في كل يعني المؤسسات والقطاع الخاص فيما يرتبط بمعايير السلامة والأمان لكافة المباني التجارية والخاصة. ولذلك المشكلة لا تكمن ب يعني إلقاء القبض بقدر ما كيف يمكن أن نعالج أو نعمل على تطويق أي حالة قادمة لا سامح الله يمكن أن تصيب أي من مؤسسات الدولة أو حتى يعني بعض المناطق الترفيهية بالضبط. مثل ما يعني لابد من التدقيق الآن على الإجراءات الحمدانية. بالضبط، يعني لابد من التدقيق الآن دكتور على هذه الإجراءات والضوابط لتفادي أي مصيبة لا سمح الله مشابهة لاحقا. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة الدكتور إحسان الشمري الباحث والأكاديمي العراقي من بغداد. في ختام أضواء على الأحداث نشكركم مشاهدينا على المتابعة، هذه أطيب المنى، في أمان الله.